النهارده ما كناش في افضل حالاتنا. يعني تعقيب حضرتك على المباراه كده. هو طبعا زي ما قلنا في الاول او من بين الشوطين قلنا ان في ترابل او في مشكله في الديفنس، مع ان الجدول ده يبين ان اقوى ديفنس هو ديفنس النادي الاهلي. صحيح. فبالتالي يعني هو اللي دخل فينا في الماتشات قبل الماتش ده 123 نقطه يعني. صحيح. فهو بس يمكن الحته الكمان الغريبه شويه، يمكن اخد راي كابتن كريم، حته الهجوم. يعني احنا حاطين 68 نقطه النهارده كده، يعني 78 احنا في 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 مباريات حطينا فيها يعني دخل فيه 78 نقطة وكسبنا، بس النهاردة الغريب 68 نقطة. يعني لو خدتها متوسط السكور على أربع أشواط، على أربع أشواط يبقى السكور قليل، يعني إحنا حاطين سكور قليل. تمام يا كابتن هيثم. هو فعلا النهاردة الملاحظ إن السكور بتاعنا أقل من كل الماتشات اللي قبل كده، بحيث إن أنت لما بتجيب حاجة و60 بونت ممكن تبقى أنت في ريسك إن أنت الفرقة التانية لو ما عملتش ديفنس كويس الفرقة التانية تجيب سكور أعلى من كده، تمام؟ فهي اللي تكسب وانت تبقى مش في يومك بالظبط. فبالتالي لما قلنا على الافريج بتاع الاوفنس بتاعنا هو ده اللي حصل في ماتش النهارده. صحيح. قلنا وكمان يعني هي مشكله في الاثنين برضه يا كابتن، عشان نبقى يعني صراحه مع بعض. يمكن 68 نقطه بيلو الليفل بتاعك في السكور، و 78 نقطه يمكن اعلى شويه من السكور. يعني انت في العادي بيخش 70 نقطه ممكن فيه. بالظبط. هو طبعا اللي عمل المشكله دي البدايه في الشوط الاولاني والثاني، دخل فيك حاجه و40 بونت في اول شوطين، ده برضو على النسبه اللي دخل فيك، على نسبه السكور اللي دخل فيك، الى جانب طبعا ان انت تجيب 68 بونت، فده طبعا يعني اوف داي في الاوفنس. بالظبط. كان في مشاكل في التركيز شويه، فبتحصل يعني. بتحصل. ما فيش مشكله. وانا عايز اقول برضو يعني دي ثاني مباراه او ثاني هزيمه للنادي الاهلي في الموسم. يعني يمكن اقل الفرق تلقى للهزيمه، فده في حد ذاته مش ما فيش مشكله. لازم هيبقى في ايام مش موفقين فيها، ولازم الفرقه ان شاء الله ترجع تاني، ومن كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين. لسه مشوار طويل جدا. يعني انا اتصور ان بطل الدوري يعني او بطل الدوري السوبر قد يتلقى هزيمه واثنين وثلاثه عادي، عادي جدا. ومش بقول كلام انه قديم، ولكن حتى لو بصينا السنه اللي فاتت البطل الدوري كان مين واللي قبليه واللي قبليه، بيبقى وضع طبيعي ان دي كره سله، ممكن تبقى عندك ماتش هنا ماتش هناك بتخسره، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر انه يرجع تاني، ويرجع تاني للفوز المريح يعني ان شاء الله. مظبوط مظبوط. طب كابتن طاهر، يمكن يعني كان في احد اللاعبين طبعا مميزين جدا في 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 مصر التامين في النهايه، الا وهو احمد سامي. احمد سامي نجح يحط يمكن تقريبا 6-7 بونت في نهايه المباراه. ناشئ من ناشئين الاهلي. بالظبط. ناشئ من ناشئين الاهلي، وكان يعني من اللعيبه كويسين جدا، بس ما جاتلوش يعني فرصه في النادي الاهلي. جاب 5 بونت ورا بعض، كان في وقت كريتيكال تايم. سي بوينت في باسكت. صحيح. وبعدين هو في مشكله بقى عندنا ان احنا يعني ممكن في اخر كوارتر الرابع جايبين 13 بونت، لان صحيح. احنا بتعتمد على لعيب واحد في ان هو يجيب باسكت. قصدك عمرو الجندي؟ كان يمكن كان عمرو الجندي كان هو يعني في الاخر الكره بتروح له وبيبقى تحت بريشر، فبرضك هو لازم يبقى السكور يتوزع على اللاعبين كالعاده، وده اللي حصل في الشوط الاول والثاني يمكن رابع وكان اكثر شويه. عشان كده احنا قلينا في البتاع ده، ودي كانت مشكله من مشاكل السنه اللي فاتت. صحيح. طب خلينا يا كابتن بعد اذن حضراتكم نطلع لفاصل سريع، ونرجع نستعرض مع حضراتكم بعض الارقام يعني الحقيقه النهارده اللي بتدل على سير او احداث المباراه، ولكن بعد الفاصل.